موعد مباراة الزمالك في الدوري الممتاز أمام الجونة بعد الهزيمة من النادي الأهلي في كأس مصر. متابعي المشجع مع أحمد عشاق نادي الزمالك في كل مكان، لايك وشير ومتابعة للصفحة يوصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الزمالك بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي في كأس مصر 2-0 يبدأ مبارياته في الدوري الممتاز من جديد بمباراة الجونة. موعد المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 مارس الساعة 9:30 مساء توقيت رمضان. كل سنة وانتم طيبين. المباراة مذاعة عبر قنوات أون سبورت المفتوحة. نادي الزمالك يدخل المباراة من أجل مصالحة جماهيره والفوز عقب الهزيمة أمام النادي الأهلي في كأس مصر. موعد المباراة مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة. المباراة يوم 12/3 المباراة في الدوري الممتاز أمام الجونة. يريد مداواه جروحه على حساب الجونة في مباريات الدوري الممتاز. لايك وشير ومتابعة للصفحة وتوقعكم لنتيجة المباراة في الكومنتات.